مطارد. اركب اركب. شوف شو اشترينا؟ خروف. تحبي الخروف وايد شوية؟ وايد وايد حلو. شوفوا شو ورانا؟ أرنب. شوفي اشترينا بعد أرنب. احنا وايد نحب الحيوانات. لا سو كيوت شكله. تعرفون ان بكرة في مفاجأة ما بدي اقول لكم. شو بيصير شنو بكرة؟ قولينا عادي. ناكل خروف في البر. نروح البر بكرة؟ ايه. ان شاء الله. ناكل الخروف. ان شاء الله بكرة بنروح البر. يلا. يبي يهرب يبي يهرب. لا تهرب. شوف الأرنب كيف كيوت. ياكل. هذا الأرنب ما شفه. وايد تحبينه شفه ولا شوي؟ وايد بس ما امسكه وايد. روح امسكي يلا اليوم. شو كذا سو كيوت يا سياكن. اوه الأرنب شو عنده صفة؟ انه وايد شو؟ سريع. فما نقدر نمسكه وايد سريع. بصير من الطيور طالع. واو يلا رايحين البار. ياي ياي وصلنا. ياي خلنا نروح نشوف الرمل. اشتقت البار. شو تركب الجبل. تحدي نركب الجبل. يلا يلا نركب ونتزحلق. واو ما نقدر ما نقدر. وايد مرتفع. بسم الله. أما نحن في القمة. يلا ترى. شباب تزحلق. 1 2 3 جو. يلا رمستي رمستي. كيف كان؟ زين. فرشنا القعده. شوف شو جبنا. جبنا فرحات. جبنا لحم. جبنا لحم خروف. جبنا كباب معانا. واهم شيء فحم. جبنا الذرة. شو شبه بعد؟ خيمة. يلا نفرش خيمة. يلا اعذرونا صوت الياخ وايد قوي. شو نسوي؟ حنا نفرش الخيمة. يلا شبه هالخيمة فيها شيء مميز. شو؟ انه اوتوماتيك بروحه تنفتح. ما يحتاج انت تركبينها. واو بس مو تطيحها. يلا 1 2 3 ماجيك. يلا 1 2 3. يلا بس حطها بس. بعد؟ واو. شو مطي؟ مطي كامل كامل كامل. بعد بعد بعد. اوه شو؟ استوت الخيمة. طارت! الخيمة طارت! اركض اركض. امسكيها امسكيها. ركبنا الخيمة. يلا ادخل شباب. وايد حلوة هاي التماتيك الخيمة. اوه! شوف فيها؟ ادخلي يلا ادخلي. واو! بنثبت الخيمة عشان ما تطير. يلا ياي ثبتنا الخيمة. يلا ادخلي. واو كيف في 4 اشخاص. واو حلو. طيب شو بعد تسوي؟ تسكر الخيمة. واو جنة. شوف الخيمة كيف حلوة. بتسكر الخيمة. سكر. لا لا لا. واو يلا روح كيف الشوا. يلا خلاص عدلنا الخيمة ونروح نكمل الشوا. واو. يلا قمت من النوم. يلا ركض يلا نشوف الشوي. شوفوا جحر ثعابين. شوفوا هني في جحر ثعابين. لازمكم منتبهين والله يقرصونا ولا شيء. الحين نسوي الكباب. هتفهم من هذا اللحم؟ من وين شفاه؟ من الخروف. ذبحنا الخروف ودينا عند الملحمة وسوانا كباب وسوانا أشياء. يلا شفاه شجاعة. شوف ما شاء الله طباخة.
يلا شوفوا الطباخ يلا يطبخ. شوفوا النتيجة احترق. شوفوا الكباب احترق. لا لا خلاص عادي بنحاول مرة ثانية عندنا كباب ثاني. يلا شوفوا شو الطباخ اليوم. يلا ناكل يلا لذيذ طعم الكباب. شوفوا ريش فريش حبس عليهم. مبروك الريش. واو. جهزنا المارشميلو سويه شفا طعناه. واو مارشميلو. احلى شيء مارشميلو نايمون. شوفوا كيف يمط. جربوا الطريقه وايد حلوه. نسوي كباب وشاي وشباب. وين رحتي؟ ناكل شو شباب؟ تسالي اليوم قضينها اكل باكل. تحط شبس شباب. يامي حار. حطينا فوشات شبس فراوله. يلا ناكل؟ يلا. كيف طعمها؟ تمام. شايفه داخل خيمه. دق دق دق. هلا. شو تسوين؟ تاكل شب. في حطب في خيمتك؟ تعرفي ليه؟ عشان خيمه ما تطير. حتى هني ماي. شمس غابت. تعالي تعالي. شمس غابت. انت كنت في بيتك الشمس غابت. شوف اول شيء مصلي المغرب. اوكي يلا البس شيله اول. بنصلي وبعدين نرجع لكم. اوكي يلا خلينا نسوي فعاليات. نروح ناكل الجبل نروح. اوكي يلا. سعد سعدي. اوكي يبي يدق. طيح شباب طيح. باي طيح. حبيت كل رمل. صارت كلها رمل. يامي ذرة. حلو طعمها؟ ذرة مشوية. شوف الشمس غابت. ما في الا نحن. شوف شو رايك ننام هني؟ صح. ننام في خيمتنا. صح اوكي. حلو الفكرة؟ شوف ليش دخلتي الخيمة؟ عشان برد. صح برد اليوم. شفا نامت. شفا شفا نامت. قومي يلا بروح البيت. يلا قومي. شو صار؟ تعبتي حبيبتي؟ يلا نروح البيت. شوفوا مستغرب المكان. شفا كيف كانت الرحلة؟ وايد حلوة. شفا رادين البيت. نعم. لازم الدنيا ليلت خلاص لازم نرجع البيت ما عندنا ليل. اوكي شو نقولهم؟ باي. احبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي.